يعني والله طبعا انا يعني في الفتره دي من حياتي طبعا كان فتره مهمه، وكان القرار كان صعب، وطبعا كان معايا والدي فيه في ووالدتي، وكنا يعني بناخد قرار ان هو يعني مستقبلي يعني. فهم عارفين ان انا يعني انا ابن النادي الاهلي وناشئ النادي الاهلي وصحابي ومدربين والعمال في كل، يعني مش رايح مكان غريب. انا يعني يعني تخيل انت كنت مسافر ورجعت تاني، فاهم؟ فانت هتفضل انك بالظبط هتفضل انك ترجع الحته اللي انت تعرف في ليك صحاب وناس ليك علاقه بيهم، هتحس ان التواصل هيبقى اسرع واسهل. فانا ده بالظبط هتتاقلم على الفرقه بطريقه اسرع مع الناس، في الناس عارفاك اصلا. فانا حسيت ان هو الفتره دي ان انا في كان الفتره دي النادي الاهلي منتخب مصر، وكان يعني منتخب مصر ان هو كان النادي الاهلي يعني. فبس حسيت ان انا الفتره دي الحمد لله يعني انا كان مستواي الحمد لله الفتره دي كنت فايق، وكنت حاسس ان انا رحت هلعب والحمد لله يعني. رحت اول فتره لعبت اول ماتشين ثلاثه برضو، عملت عمليه كان بدلك يعني برضو، عملت عمليه في عمليه ثانيه في زايده في اول 8 شهور يعني. ولما رحت فالمواضيع طبعا يعني بتبقى غصب عن الواحد، هي بتبقى نصيب، بس الحمد لله الواحد يعني انا شايف ان انا اخترت اختيار موفق يعني.